قاعدة هتلخص علم النفس كله. حلو كده؟ الاكتئاب، الحزن، الألم، المعاناة سببها رفض الماضي. الخوف، القلق، الرعب، الفزع سببه رفض المستقبل. الزهق، الملل سببه رفض الحاضر. فهو كل الأمراض النفسية الجذر بتاعها الرفض، عكس الرفض القبول والتسليم. عشان كده بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه متقبل. فهو الكي هو القبول، والكي بتاع المشاكل النفسية أو مفتاح المشاكل النفسية هو الرفض.